هذا وتتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين. هذا وقد انتهت الاستعدادات النهائية للانطلاق كما تابعتم بعد قليل بحفل الفنان تامر حسني، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة للمسرح، منطقة الجمهور والزوار لتستوعب العدد الكبير من الجماهير المقرر حضورها، كما تشهد منطقة أرينا العالمين تجهيزات ضخمة للحفل. طبعا حاجة رائعة وبجد حاجة تشرف جدا، ومصر بتتطور أكتر وأكتر وأكتر، وتامر حسني بالنسبة لي حاجة يعني كبيرة. احنا حبينا عليه وعشنا معاه في أغانيه وفي أول ألبوم ليه، ودايما على طول تامر من أعلى لأعلى على طول. حاجة أنا أول مرة أجي، كل حاجة فيها روعة فوق الوصف يعني. وطبعا اول مره احضر حفله لتامر، وحلم عمري ان انا اجي له حفله، والحمد لله. العالمين يعني جميله جدا بصراحه، وبجد يعني من الاماكن اللي يعني الواحد ما كانش متخيل ممكن تحصل حاجه زي كده في مصر في الفتره القصيره دي. تامر حسني انا بيج فان ليه من زمان، وشوف افلامه من زمان قوي واغانيه اول ما بينزل اول باول. والمدينه العالمين طبعا حاجه عظيمه، مكان جديد وابراج عاليه شبه دبي وشبه بلاد بره، موضوع حلو جدا يعني. النظافة طبعا بصراحة النظافة حلوة قوي، ومكان لذيذ كده وفي تنظيم، فالموضوع حلو قوي. يا رب العالمين بس تبقى حاجة واو تلم مصر كلها وشرق الأوسط، بجد فخور إن مصر في حاجة زي كده بجد، ويا رب من نجاح نجاح على طول يا رب. أكتر حاجة عجبتني الأبراج لغاية دلوقتي، كل حاجة فيها حلوة بس الأبراج تحفة. والله مهرجان العالمين حاجة مشرفة جدا لمصر، وحاجة فريدة من نوعها، وبجد يعني بيجيلنا ناس، احنا شغالين مهندسين في الابراج هنا، ابراج العالمين الجديده، بيجيلنا ناس من زيارات من جميع الدول، والناس بتبقى مبسوطه جدا بوجودها في المكان وبوجودها هنا في العالمين الجديده.